الأسبوع ده هو أسبوع التجربة على الجبل، والتجربة عايز أقول إن التجربة اللي المسيح جربها على الجبل ما كانتش هي دي بس التجارب اللي كانت في كل حياته، ولكنها كانت يعني هي التجارب اللي جات له بعد ما صام 40 يوما و40 ليلة يجرب. ولما ذكر عن عدو الخير قال تركه إلى حين، يعني ممكن يكون بعد كده رجع تاني يجربه. وبعدين نلاحظ ان التجارب الثلاثة اللي تجربهم السيد المسيح في هذه التجربة شملت كل حياته. يقول كده عنه معلمنا بولس الرسول انه فيما تألم مجربا يقدر ان يعين المجربين. وكانت هذه التجارب هي دليل على قوة السيد المسيح، لأنه لا يجرب إلا الأقوياء. وأيوب لما جرب كان رجل قوي، وسليمان لما جرب إلى آخر هذه الأمثلة. الضعفاء لا يحتاج الشيطان أن يجربهم لأنه يسقطهم بسهولة، ولكنه يجرب الأقوياء. ونستفاد من هذه التجربة أن التجربة مش دايما معناها السقوط، لأن السيد المسيح هزم الشيطان في هذه التجارب الثلاثة. كانت مجرد اقتراحات من الشيطان، ما هو عدو الخير بيجرب الإنسان بمجرد أنه هو يقترح عليه اقتراح، يعني يلفت نظره لحاجة معينة وبعدين يسيبه هو بقى يغرق في التجربة. فنلاحظ ان التجارب شملت كل نواحي الحياه في حياه السيد المسيح، شملت الاهداف، الوسائل، شملت المبادئ المختلفه، شملت حاجات كتيره في حياه السيد المسيح، ولكن فيها كلها انتصر السيد المسيح وهزم الشيطان. وكما ان الشيطان هزم ادم في الفردوس، هكذا السيد المسيح هزم الشيطان في هذه التجارب الثلاثه وانتصر، وأصبح الشيطان قوة مهزومة مغلوبة، يستطيع الإنسان أن هو يغلبها ويضعها تحت قدميه لو تقوى بشخص السيد المسيح له المجد.